السلام عليكم اخواني اخواتي، اليوم مع هاتف من شركة سامسونج، وبالضبط سلسلة ا. معنا هاتف جالاكسي A13 او جالاكسي A13. نبداو على بركة الله بفتح العلبة. كيف العادة كنوجدو الكتيب اللي كيقرا غير عثمان، شارجور او شاحن 15 واط، وكذلك الكابل من نوع تيب سي، وبطبيعة الحال الهاتف. ندوزو للشكل العام ديال الهاتف. الشكل العام ديال الهاتف مخرج على المعتاد في هذه السلسلة بخامات بلاستيكية، شاشة قياس 6.6 انش وتأتي من نوع BLS TFT بجودة متوسطة ذات ألوان مقبولة. أما الظهر فهو من البلاستيك اللامع بكاميرات 4 غير مؤطرة، وخاكوك محطوطة بطريقة زوينة. مخرج الشحن فهو بالأسفل، وكما قلنا تيب سي يدعم الOTG، وحده باف خارجي بصوت جيد، وكذلك هناك مخرج لسماعات الأذن. نرجع الكاميرات الخلفية، وكما قلنا فهي 4، الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل وهي الرئيسية، والثانية بدقة 5 ميجا بيكسل خاصة بالتصوير الواسع، وهناك الثالثة والرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل. وبيني وبينكم خوتي كنشك أن شي واحد كيستعمل هاد الثالثة والرابعة. المهم الكاميرا ديال السيلفي أو الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل. الكاميرات على العموم في هذه الفئة المتوسطة من هذه السيري A فهي مخرجات على المعتاد. بالنسبة للبصمة فهي مدمجة مع زر الباور كيدعم 2 كارتات وكارت ميموار. بالنسبة للتخزين فهو خرج بنسختين، الأولى 4 في الرام 64 والثانية 4 في الرام 128، معالج إكزينوس 850. يعني الخدمة ديال التليفون فهي مزيانة إلى ما كنتيش غادي تقل عليه، وحتى اللعب فهي متوسطة غير ما تقلش على التليفون. نتمنوا إخواني نكونوا فدناكم في هذه القراءة السريعة لهاتف جالاكسي A13، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم وفي قراءات أخرى إن شاء الله. أجي أتمنى دير لايك يا صاحبي.